تمام، يعطيكم الصحة والعافية شباب. مجددا الآن ذهب وقت الجد وجاء وقت اللعب. عندنا لعبة، الشباب ما شاء الله الأبطال اقترحوا أن نعمل تقريبا مراجعة سريعة لبعض الارتيفاكتس بطريقة فن. الفكرة راح نتعرض إلى مجموعة ارتيفاكتس، الارتيفاكتس هذه كلها أو خلينا نقول 90% جبناها من حالات عملناها، يعني مو من حالات كتب. وفي شيء مميز، المميز انها حتلاحظوا ان الارتيفاكت هذا متعلق بالتقنيات الجديده المستخدمه في الام ار اي. والان لما نقول مثلا بارالل ايميجنج، تقريبا اغلب المستشفيات عندهم بارالل ايميجنج تقريبا، ها. فما راح نتكلم عن فقط الارتيفاكتس اللي نشوفها في الكتب، حنشوف الارتيفاكتس اللي نشوفها حياتنا اليوميه ريسنتلي في السنتين الاخيرتين مثلا. فلا تستغربوا انها حتكون تقنية جديدة، ممكن تكون تشالنجينج للبعض اللي ما استخدمها، لكن هذه الفكرة. الفكرة ان احنا نقول لكم ان يوجد هذا النوع من الارتيفاكت وكيف نتفاداه. اعتقد انا ما ابغى اتكلم كثير لان محمد راح يتكلم عن بعض الاشياء كيف نبدأ اللعبة، حيعطيكم مقدمة بسيطة. بس الفكرة اللي أول سؤال تجريبي، بس عشان تعرفون طريقة الكاهوت بشكل عام، ما عليه أي نقاط. هذا السؤال عندكم طالع، ثم بعده بيبدأ التايمينج. هنا التايمينج هنا حاطين 60 ثانية. فالشاشة اللي عندك أنت محطوط عندك يا مثلث يا مستطيل أو بالألوان، بإمكانك تجاوب، ولكن الأجوبة والسؤال تكون عندي في الميتينج، تكون عندي في الشاشة، أنا في العرض. طبعا السؤال ما زال موجود فوق بالأسود مكتوب، والصورة هذه أي المتحركة حنعرض ارتيفاكس ليتر اون في الأسئلة الحقيقية. والوقت على اليسار قاعد يعد الوقت في الدائرة أي البنفسجية 3 3 وكذا. الحين 14 واحد جاوا وباقي لهم 30 ثانية للباقيين. يلا ادعسوا يا شباب. عشرون ثانية. هذا السؤال إيزي، لازم أي واحد MRI يعني يجاوبه إن شاء الله. اللي عنده أسئلة تقنية يروح يكتبها في التليجرام لو سمحت يا شباب. ما شاء الله الجميع، الأغلب جاوب صح بإذن ما الله، شاء اللي الله. هو ريزو فريكونسي. يلا الحين بننتقل إلى الأسئلة اللي عليها النقاط بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول سؤال عندنا، وش الارتيفاكت اللي عندنا، وش التكنيك اللي استخدمناه عشان نحل هذا الارتيفاكت؟ و90 ثانية عندكم موجود. أبو حميد، هذا أكبر حجم للصورة. ايه حلو، في 13 إجابة لحد الآن. ما شاء الله مبدعين، ما باقي شاء الله. 40 ثانية. ما شاء الله خلصت قبل الوقت. ميزة هذه الحالة من قسم عندنا في مستشفى الملك خالد الجامعي، وريال كيس. ما شاء الله. حلو، 30 من تقريبا. حلو، من مجموعة كبيرة. مظبوط، حلو. الجواب كيف أبو هو حميد؟ السؤال، الجواب اللي هو تقريبا واحد جاوب صح، اللي هو موشن ارتفاكت باي يوزنج ريدل كيس بيس فيلينج تكنيك او البليت تكنيك. الحين بنشرحه ان شاء الله، الاغلبيه باذن الله القدام يجاوبون صح. الحين بنشرح الهدف من السؤال، وش الارتفاكت، وكيف حليناه، وكيف عرفنا ان الحل ما كان يوز ساتوريشن باند. هذا عندنا الحين الصوره قبل وبعد. هذا كان مريض عندي في المستشفى الملك خالد الجامعي، كان كبير في السن، عمره 70 سنة، ولكن كان استشاري عندنا في المستشفى، هو اوريدي ولم بالام ار اي. مشكلة المريض كبير سن، فأول ما انسده على الطاولة عنده قصر نفس، شورتنج اوف بريثنج. فقصر النفس في لازم المريض ياخذ نفس ثقيل ويريح. فتقريبا عدت معاه سجيتال تي 2، لو تلاحظون هنا الموشن ارتيفاكت في النفس،
جهة اللنج وجهة تقريبا، حتى ممكن مع النزول يكون عنده النبض عالي في الكاردياك، يكون اوريدي جاي من عنده ارتفاكت موشن ارتفاكت. حاولت مرة معاه مرتين، شرحت للمريض قال خلاص يعني كبر السن وما اقدر. فانا ما طلعت المريض او مثلا سويت خلاص انه كنسلت الفحص، لا، اي هاف انذر تكنيك تو مثلا اسوي موشن كوركشن او احل هذه المشكله، بالذات في الموشن اللي هو بسيط، اللي هو مثلا يكون علوي سفلي، اللي ما يكون مثلا موشن قوي، مثلا واحد خايف من الجهاز يمين يسار يوم ينزل، هذا ما يحل هذا التكنيك. اللي هو وش التكنيك اللي استخدمناه عندنا، اللي هو الريدر كيس سبيس فيلينج تكنيك. اتس كايند اوف كيس سبيس فيلينج اوف التكنيك، نت نورمال نت كارتجين 1 اللي هو لاين باي لاين. نشرح كيف حلناه. لو تلاحظون كيف عرفنا انه اللي هو بالبليد او الريدر كيس سبيس فيلينج، لو تلاحظون هنا زي الشرارات، لان هنا الموشن كوركشن حصل، ف فيطلع لها زي الارتفاكت، زي اللي هو يسمونه ستريكنج ارتفاكت، لو لاحظتوا هنا اللي طالع. فهذا المغزى من السؤال، لو لاحظتوا في الصورة العادية اللي هو بوس بتلاحظون هنا. فهذه نورمال سيجيتال تي 2 تيربوس بين اكو عادية، فيلينج اوف ذا كيس سبيس لاين باي لاين، او الكارتجين في فيلينج اوف ذا كيس سبيس، الثانية ريديان. الحين الهدف من السؤال بنشرح ان ذا كايند اوف فيلينج اوف ذا كيس سبيس اللي هو الريديان كيس سبيس فيلينج، اللي هو يسمى في سيمنز بليد، وفي الجي اي يسمى بروبيلر، والاذر فندرز عندها لها اسماء خاصه، اللي هو مثلا زي فيليبس مالتي فان. الهدف من هذا التكنيك ات كان بي هيل مور فور سم ارتيفاكت، مو بس مثلا الموشن، بامكان عندي الجيبز ارتيفاكت، البلسيشن ارتيفاكت. فهذه التقنيه بامكانك تستخدمها از ادفانتج، وسيم ثينج ات ويل بي از ديس ادفانتج، بالذات مثلا في التايمينج. الهدف من هذه التقنيه وش هي؟ تعبي الكيس سبيس بدل ما يكون لاين باي لاين، تعبي لك اياه زي شكل المروحه اللي هو بليدز، تحط مثلا هذه حزمه هنا تعبيها، والحزمه الثانيه من الجهه الثانيه، والحزمه الثالثه من الجهه هنا على شكل مراوح. طيب كيف نحل الارتفاكت هذا؟ فكره الفيلينج اوف ذا كيس سبيس از ريديال انه يعبي لك اول حزمه. اذا عبى لك اول حزمه، ثاني حزمه بيعبيها، فان اوريدي عبينا اللي هو نقطه التلاقي، الاوفر سامبلينج وي هاف هير. فمن هذه النقطه التلاقي هنا نعرف ان اي موشن ارتيفاكت او اي البيشنت لو تحرك فبيطلع عن نقطه التلاقي هذه، ومن نقطه التلاقي هذه الاوفر سامبلينج وي كان جيت از ادفانتج، او ميزه عندنا اللي هو شو، وي كان انكريز اور اس ان ار السيجنال. فمثلا الحين عبيت البليدز او الحزمه الاولى، عبيت الحزمه الثانيه ما تحرك، المريض في الثالثه تحرك وصار اوريدي شيفتنج من نقطه التلاقي حقتنا. فانا خلاص التكنيك عرف ان البيشنت تحرك، فلا اكثر من حل، ولكن من بعض حلولها انه اوريدي هو يسوي لها يزيلها ات كان بي فيلينج اوف ذا كيس سبيس مره ثانيه. ان شاء الله بنكمل على هذه النقطه قدام. فخلاص من هذا التكنيك ات كان بي هيلب اس مثلا حل هذه المشكله از موشن ارتيفاكت، بالذات الموشن الخفيف. من مشاكل الريديال انه مو بش الادفانتج حقته ان الموشن كوركشن والموشن ارتيفاكت، ولكن من الديز ادفانتج حقته التايم، والشيء الثاني انه ما يشتغل مع الا مع الابديت الجديد اللي هو مع التي 1 البيور تي 1، ما يشتغل معها، لازم يحتاج نيد از لونجر تي ار. بننتقل للسؤال الثاني. ما شاء الله. هذا السؤال الثاني، what's the artifact and how to improve the image. عندنا هنا artifact قبل وبعد، وش الارتفاكت اللي عندنا وكيف حليناه من قبل الى بعد. هذه axial diffusion for brain، اللي هنا عندنا البي فاليو حقتها 1000، هذه حاله من نفسها من عندنا على في 3 تسلا على جهاز سكاي رافيت في المستشفى الخالد الجامعي. تقريبا هذه الصورة كانت في محاضرة الأستاذ علي، بس بطريقة جبناها بطريقة ثانية. ما شاء الله الجميع
الأغلب حلها صح، وهذا شيء جميل، ويعتبر هذا ارتيفاكت مميز وشائع، فما شاء الله عليكم. الحين بننتقل للشرح، اللي هو اللي عندنا ارتيفاكت هذا الجيومتري ديستورشن ارتيفاكت. How we can solve this artifact by get shorter TE. هنا عندنا السؤال مرة ثانية، اللي هو الحل هنا Commutative distortion artifact by get shorter TE. هذا المين سورس يعني الحل الرئيسي للمشاكل الديفيوجن بشكل عام. If you get shorter TE تقدر تحل Commutative distortion artifact اللي هي أصلها accessibility artifact. بمعنى آخر اللي هو نحن وش مشاكل الديفيوجن بشكل عام قبل ما نروح للحلول. مشاكل الديفيوجن بشكل عام زي ما قال استاذ علي انها fast imaging using API و same thing is the filling of the case space يسمونه zigzag filling of the case space by using API و kind of the filling of the case space API اللي هو zigzag. تقريبا بنواجه مشاكل اللي هو accessibility artifact واللي هي gravity distortion artifact. متى تكون هذه الارتفاكت متواجده فيه؟ في الاشياء اللي يكون فيها اير او مناطق الاير مع السوفت تيشيو. مثلا الحين عندنا منطقتنا هذه فرونتال لوب، المناطق الشائعه اللي يجي فيها سستبلتي ارتفاكت لو تلاحظ يصير السيجنال تصير متموجه ما تصير فيها الاستراكشر حقتها. عندنا السي بي انجل اللي هو منطقه الاي سي، حتى مثلا استاذ علي وضح كيف قارن الديفيوجن الاي بي اي ونن اي بي اي، كيف وضح البعض الليجن اللي تكون هناك. فهذه مشاكل الديفيوجن بشكل عام حليناها. هذا كان اكسيال ديفيوجن روتين ديفيوجن اللي هو سنجل شوت روتين اي بي اي افريثينج هي روتين، يعني ما استخدمنا شيء سبيشال ولا اي تكنيك. جيتينج شورتر تي اي باي بنستخدم الادوات اللي نستخدمها الحين بنذكرها. اف يو ار جيتينج شورتر تي اي وي كان سولف ذس بروبلم. لو تلاحظون كيف صارت الشاربنس افضل والستراكشر، فهذا هي الشيء الثاني. هذا 3 تسلا، ف 3 تسلا سستبلتي ارتيفاكت اكثر من 1.5. How we can get shorter TE to مثلا minimize the gravity distortion or the main thing the source susceptibility artifact by using أول شيء زي ما قال علي اللي هو parallel imaging technique. If you are using parallel imaging technique you will missing some lines. At the same thing you will have getting shorter TE. هذا استخدام parallel imaging technique. والميزة الثانية if you are using parallel imaging technique أنت قاعد تقلل scan time، ولكن باليد الأخرى أنت قاعد تنقص السنار السيجنال. بس انك في الديفيوجن كلنا عارفين الديفيوجن ما هو بالمين، يعني تقريبا مو بموضوع الرئيسي حقته السيجنال، هو الموضوع الرئيسي حقته تقريبا تقلل الارتيفاكت وانه يكون فاست ايمجينج حتى، يعني ما يحتاج له سيجنال كثيره. How we can get shorter TE by increase the bandwidth. لو تلاحظون الباندويث في الديفيوجن او بشكل عام اي انواع اي بي اي سيكونس مثلا زي البرفيوجن او غيرها دائما الباندويث يكون فيها عالي. في السيمنز مثلا يوصل 1000 1300 على حسب تقريبا التي اللي انت تحتاجه. الحل الثاني هنا قلنا الاي بي اي حقها is filling by zigzag kind of case based filling. هذه مشكلته انه يعطينا اللي هو accessibility artifact. كيف نحلها؟ هنا لازم نحتاج اللي هو zigzag، ولكن بدال ما يكون single shot انه يعبي مره واحده الحاله as a single shot نخليه segmented او مثلا نخليه multi shot اللي هو التكنيكات تستخدم مثلا في الجي يسمونها فوكس، في سيمنز ريزولف، زومت، على حسب الفندر اللي متواجد عليه. كل فندر لها تكنيك معين تستخدم سيجمنتيشن مع ادر تكنيك. مثلا سيمنز اللي استخدمناها الصوره اللي قبل هي تسمى ريزولف، ريزولف يوزنج 2 تي اي 1 سنجل شوت 1 نافيجيتر تو سولف ذس كايند اوف تكنيك. السيجمنتيشن عاد انواع، مثلا بعضهم يستخدم السيجمنتيشن مع الفيس انكودنج وبعضهم مع الفريكوينسي انكودنج. فالهدف منها انك تقلل سستبلتي ارتيفاكت، وحل قوي جدا هذا. هذا متى يفيدك؟ مو بس في البرين، يفيدك كثير في المناطق الشالنجنج مثلا زي البروستيت البريست، هذه مناطق بيج شالنجنج لان كان عندك تقريبا يعني في البروستيت عندك الريكتال مناطق سنسيتيف مره للسستبلتي. الشيء الاخير في الديفيوجن يوزنج فات سات مو بس للستابيليتي فور كيميكال شيفتنج، لازم فات سات. والشيء الثاني تو مينيمايز الجوميتري ديستورشن انه ما يكون مره كبير، تخلي الفيس دايركشن حقك اي تو بي، هو عكس السيكونسات الثانيه في البرين بالذات البرين. هنا الحين ننتقل للسؤال اللي بعده بيكون ان شاء الله مع دكتور مصطفى. ما شاء الله ايمان الاولى ما شاء الله. تفضل دكتور مصطفى. تسمعوني يا شباب؟ إيه أسمعك. حلو.
حلو، تفضلوا السؤال إذن. What is the source of this artifact؟ واضح جدا، محطوط عليه دائرة حمراء. ما هو source؟ من أين أتى هذا الارتفاكت؟ من باب أن نغششكم لأن رمضان كريم، في صورة إكس راي التقطت أسبوع قبل الإم آر آي. طبعا الصور لفوق A و B و C هي صور إم آر آي، الأولى فيها الارتفاكت، الثانية فيها الارتفاكت بشكل قليل، بعدين تخلصنا سي ما فيها ارتفاكت، والإكس راي من باب التغشيش لأن عندنا تخفيضات. ف عندنا 40 ثانية أو شيء، فكروا ما هو مصدر هذا الارتفاكت، من أين أتى هذا الارتفاكت؟ شوفوا الأناتومي، هل هو برا السكن، هل هو داخل السكن؟ أيوة طلعوا زين، حنشرح إيش اللي صار. وشوفوا الإكس راي كمان، يعني اليوم صورنا في مريض مثلا بس قبل أسبوع عنده إكس راي، والإكس راي لوكس كلير، أنا ما أشوف أي ميتال في الإكس راي. ما شاء حلو الله. حلو، أبطال ما شاء الله عليكم أبطال. 27 في الريكتم صح. الآن راح نعطيكم فكرة عن الحالة نفسها. شكرا أبو حميد، أبو حميد هو البطل اللي درايفنج بالسلايدز. حلو، بعد حب أبو حميد هذا نفس السؤال. حلو، فكان السؤال نعرف أن بشكل واضح أن هذه susceptibility artifact جاية من ميتل، في شيء ميتل داخل جسم المريض، وجاوبت على السؤال في الريكتم. وفوق بالأحمر مكتوب أن المريضة هذه، خلنا أعطيكم فكرة، المريضة هذه تقريبا عمرها يانج، عمرها ممكن أقل من 14 سنة، ريفيرد للإم آر آي، كانت تتزلج على الجليد ووقعت على ظهرها أو شيء، وصار عندها ألم في منطقة الورك. الألم ما خف، موجود أسابيع أسابيع أسابيع. عملوا لها إكس راي ما شافوا شيء، ما في فراكتشر، عادة يكون في كسور في منطقة العصعص أو شيء أو في السيكروم، فما في شيء. بعدين حولوها على الام ار اي، فجت لنا في الام ار اي سكرينينج كل حلاوه، ما في مشاكل، ما عندها ميتلز، ما عندها سيرجريز، ما عندها ولا شيء. دخلناها بسم الله الرحمن الرحيم، كان الجهاز 1.5 تسلا من شركه جي، دخلناها من اللوكالايزر اللي هي الصوره الف، شفت ارتفاكت بانك كبير كذا بقعه سوداء، فانا طبعا ارتفع عندي الادرينالين ودخلت بسرعه. يا بنت الناس، انت مسوي عمليات، انت مسوي بروسيجرز، اول شيء جاء في بالي ايه شباب؟ عارفين الاندوسكوبي كابسول، في كبسوله هي كاميرا يعملوها اندوسكوبي، يخلوا المريض يبلعها وهي كاميرا تصور الجهاز الهضمي كامل. فاول شيء جاء في مخي انها بالعه شيء من هالقبيل. فقلت لها مسوي بروسيجر ريسنتلي شيء؟ قالت لا. طيب ملابسك فيها شيء؟ قالت لا. قلت لها معليش. طلعت عدت اللوكلايزر، قعدت رن اللوكلايزر نفس الارتفاكت، اخذت اجزل اللوكلايزر نفس الارتفاكت، فجلست افكر اقول اين مصدر هذا الارتفاكت؟ هل هو في السكن؟ هل هو من الطاوله؟ هل هو في الملابس؟ هل هو في الريكتم؟ فقلت للمريضه تطلع، بدلت كامل ملابسها، لبست فقط التراوزرز مال المستشفى البلو سكراب، وهي تبدل انا دخلت فتشت الطاوله، ما في اي حاجه، بعض الاحيان ننسى نيدلز، نحتاج ننسى اي سي جي ليد او شيء، فتشت الطاوله ما في شيء. صورتها من جديد باللوكلايزر نفس الشيء، قلت دقيقة ما دام هي داخل والحين الطاولة نظيفة، الملابس نظيفة، السكن ما في شيء. حتى سألتها هل عندك مثلا لصقات على الجلد؟ في ناس عندهم ميديكيشن باتشز اللي هي اللصقات اللي توضع على الجلد للعلاج زي النيكوتين حاجات هذه، فقالت لا. فبعدين عملت رن إلى الصورة بي هي فاست سبين ايكو او سبين ايكو سريعة عشان أخفف الارتفاكت، وهذه من هذه إحدى الطرق. شوف لما تستخدم الصورة الأولى هيست أو اس اس اف اس اي اللي هي سنجل شوت فاست بين ايكو سريعة، في الارتفاكت يكون فيها عالي. لما عملت صورة بي اللي هي سبين ايكو خففت الارتفاكت، لكن ايش استفدت من الصورة بي؟ انها اوبس محمد فقدنا إن شاء الله الحين. الفكرة، ما عندك مشكلة، تفضل. شكرا جزيلا. استفدت من الصورة بي ان خففت لي حجم الارتفاكت او مظهر الارتفاكت، فتأكدت تقريبا يقينا ان الارتفاكت موجود داخل منطقة الريكتم. فايش جه في بالي؟ رحت جبت الاب والام، الاب والام كانوا في الاستراحة، قلت لهم تعالوا
بنتكم هذه الصورة، في شيء في الركتم، ايش صاير؟ اعطوني خبر. طلعت الاكس راي اوف كورس قبل ما اسوي اي شيء، ما في شيء كلير. فجلست اتحدث لهم، شيء في الركتم، معني في الجهاز الهضمي، فهل اكلت شيء؟ قالوا الاب فجأة اتذكر، لما قلت اكلت شيء فجأة اتذكر، قال اوه بنتي قبل كم يوم او 8 ايام 7 ايام او شيء فقدت قطعة من تقويم الاسنان. في صورة هنا على اليمين تحت، تقويم الاسنان يجي فيه سلك ويجي فيه قطع اللي تثبت في السن نفسه. هي البنت هذه فقدت واحدة من القطع الخلفية وبلعتها من باب المصادفة. طبعا القطع الحديد مشت في المعدة في الأمعاء في الأشياء لين وصلت منطقة الركتم. من باب المصادفة جينا صورنا إلا طلعت القطعة هذه في منطقة الركتم، فصار هذا الارتفاكت. فعموما إيش سوينا؟ ما سوينا لها إكس راي في يومها، كنت أفكر أعمل إكس راي في نفس اليوم، بس ما سوينا لأن عرفنا تقريبا سبب عالي إن إيش مصدر الارتفاكت، إنها بلعت هذه القطعة. فقلنا لها روحي بيتكم when you pass القطعة هذه كلمي ونعمل لك بوكينج. عموما بعد يمكن أسبوع ونص أو شيء كلمت قالت القطعة طلعت. طبعا طلعت من بدري بس هي أعطيناها بوكينج، كان الويتنج لسه أسبوع شيء. جبناها صورناها وطلعت الصورة سي. فالفكرة اليوم أنا مو جالس أشارك معكم ارتفاكت، جالس أشارك معكم كيف نحقق، كيف نتأكد ما هو مصدر الارتفاكت. هذه الفكرة كلها يعني. تمام، أعتقد دن أبو حميد ما عندي شيء في إن شاء هذا الله. الموضوع. شكرا. فشكرا للي جاوبوا والإجابة في الركتم صح، أصبت الهدف. كمان السؤال هذا، ما هو مصدر الارتفاكت؟ الصورة اللي على اليسار فيها ارتفاكت، الصورة اللي على اليمين ما فيها ارتفاكت، فما هو مصدر الارتفاكت اللي في الصورة اللي على اليسار؟ عندكم 30 ثانية في إجابتين. نعتذر إذا كانت الصور صغيرة، هذه الليميتيشن في الكاهوت ما نقدر نعمل، بس لما بعدين ندخل على السلايدز حنشوفها. الحين شباب كثير في الشات يقولوا ضربنا ضربة حظ ومشى الحال، بس ما شاء الله عليكم أبطال. طلعوا في شكل الارتفاكت، طلعوا في العينين. 8 ثواني. حلو، مش بطال. 5 إجابات صحيحة. طبعا it is blade related. الحين حنتكلم عن هذا الشيء، بروح للسلايد. شكرا أبو حميد. عموما عندنا حلو كده أفضل، الآن ممكن تشوفوا الصور بشكل أفضل، معذرة إذا كانت الصور الصورة اللي على اليسار صورة A. هذه طبعا بالمناسبة هذه الصور صورتين إلى مخ حق شيب، حق الله يكرمكم خروف، كنا نصور خروف وفجأة كنا طبعا الخروف مخدر، مخدرينه لأن الخروف ما يجلس في الام ار اي. كنا نصور عادة مخدرينه لكن يتنفس بطريقة معينة وأشياء، فقلنا تدري احترازا خلينا نعمل بليد ايميجنج. البليد ايميجنج تكلم لها محمد، بليد ايميجنج أو الراديال كي سبيس فيلينج تسمى بليد أو بروبلر، هذه نوع من أنواع السيكونسز تساعدنا في تخفيف الحركة. لو كان المريض يتحرك بطريقة منتظمة مثلا، مو جامبينج اب اند داون، لو كان يتحرك مثلا يمين يسار، او مثلا الطفل يبكي بطريقة بسيطة او يتنفس بطريقة، تقدر هذه الراديال كي سبيس تخدمنا، ما تخدمنا في الحركات الضخمة جدا. فعموما احنا من باب الاحتراز قلنا احنا ما نعرف هل الشيب هذا حيكون جود بيهيفينج او لا، فقلنا نسوي له بليد ايميجينج. فسوينا الصورة الأولى بليد ايميجنج وتفاجأنا أن الصورة بليري، يعني الصورة ما توقعنا أنهم مخدرينه في تخدير، بلس أن بليد المفروض ما يطلع لنا أي حركة. فحسنا ما أدري إيش، عدنا نفس البليد ما استفدنا. بعدين إيش صار؟ الصورة اللي على اليمين هذه فاست سبين ايكو بدون بليد طلعت ستانينج. قلنا بس، فالمشكلة مو في الشيب، وطبعا الشيب مشبوك عليه جهاز التخدير، مشبوك عليه الفايتال ساينس، نشوف الضغط ونشوف الحراره ونشوف كل الاشياء، يعني حاله حال الانسان، ونشوف البلس، فما في اي علامات انه جالس يتحرك. فعرفنا ان المساله من البليد. تمام، ف
سيكونس البليد مبدئيا جلسنا نستخدمها من اجل ايش؟ تخفف الحركه. طلع في لها اضرار. الان البوكس اللي تشوفوه تحت الاحمر زي ما تفضل محمد من شوي شرح، نعم ايوه، نعبي الكي سبيس بخطوط، الخط هذا المعوج الافقي هذه المريض يتحرك فيها مثلا، تمام؟ عندنا خيارين الان، لو الجهاز التقط ان المريض يتحرك، الخيار الاول ان ناخذ الباند هذه البليد او الباند المجموعه السلايسز الخربانه ونرميها كامل، ريموف، تشيلها من الكي سبيس ونعمل ريكونستراكشن للايمج باستخدام الخطوط السليمه اللي ما فيها حركه، فيصير عندك ايش؟ ليس موشن. هذه الخطوه الاولى، تمام؟ تسمى بليد ايمجينج فقط، تمام، او بروبيلر ايمجينج فقط. الخيار الثاني، وهذا اللي استخدمناه، الخيار الثاني انك تاخذ الباند او السلايسز الخربانه وتطلعها برا وتعمل لها ريبيرنج. شوف الخط كان معوج، الان سوينا الستريتنج، نعدلها، نسوي شويه صيانه وناخذ الخط اللي عدلناه برا ونرد ندخله باك الى الكي سبيس، تمام، نحطه في السنتر. وايش صار؟ طلعنا الخط الخربان، اشتغلنا عليه شويه ميكانيكا وصيانه وسمكره وحاجات هذه، ورجعناه داخل مين؟ داخل الكي سبيس. هنا المشكله صارت عندنا، صار في ايرورز في الريبير، لانك انت جالس تحوس في الكي سبيس، طلعنا وكذا، وممكن واحد نسى ما سكر البرغي بشكل زين او حاجه من القبيل، فصار في ايرورز. لما انت طلعت الخط برا واشتغلت عليه ورجعته وسويت ايرور، الايرور صار شكله شكل موشن، يسموها موشن لايك ارتيفاكت في البليد ايميجنج. هي في الواقع المريض ما تحرك، ولكن الايرور صارت عندك انت لما جيت تعمل كوركشن للبليدز الخربانه. فطيب ايش نسوي في هذه الحالات؟ السؤال، اذا متوقع المريض حقي ما راح يتحرك بطريقه كبيره، نستخدم البليد فقط. الطريقه الثانيه ايش اسمها؟ بليد with motion correction، تمام. عندنا طريقتين، بليد فقط وبليد مع موشن كوركشن، او راديال كي سبيس فيلنج او راديال كي سبيس فيلنج وذ موشن كوركشن. طيب اذا تتوقع حياء في يوميا، انا انصح تستخدموا البليد فقط، البليد فقط تخفف الموشن بطريقه رهيبه، الا اذا عندك واحد ريلي فايتنج الجهاز فتشغل عليه موشن كوركشن، لكن كن حذر ممكن يصير في ايرورز. طيب في جهاز السيمنز في اوبشن كليك موشن كوركشن او without موشن كوركشن، في جهاز جي اي اسمه هارمونايز، الشغل هارمونايز او لا شغل هارمونايز، تمام. فمعناته الخيار بيدكم، اذا تبغي تستخدم بليد ايميجنج فقط طفي الموشن كوركشن، طفي الهارمونايز. اذا تبغى تستخدم بليد وذ موشن كوركشن شغل الموشن كوركشن شغل. فانا لا انصح باستخدام الموشن كوركشن مع جميع الحالات، تمام. عاده خلوهم مطفى لين تحتاجوه، لانه ممكن يسبب لك ايرور في الكالكوليشنز ويعطيك موشن لايك ارتيفاكت زي الحالة اللي صارت عندنا، تمام. ويعطيكم العافية. انتقل للسؤال اللي بعده، اعتقد عند محمد ان الآن. شاء الله. شكرا، الله يعطيك العافيه رب. الحين ما شاء الله ايمان رجعت في الصداره. ما شاء الله ايمان، اكيد فاتح الكتاب انا متأكد. صومي ها ان الحين شاء الله. عندنا السؤال، what's the source of the artifact here؟ احنا عندنا هذه ثيتس لا عاكسية ال T1 بالفيس، تقريبا الفحص كان هيب جوينت، والسبب المشكلة هنا عندنا في النص، هذه T1 sequence. ما شاء الله الاغلب جاوبها صح، اللي هي سيجنال، احنا صار عندنا دروب اوف ذا سيجنال ان ذا ميدل اوف ذا بلفيس. وش السبب عندنا البي 1 ان هوموجينايتي؟ الحين بنشرحها اكثر ان شاء الله. ليش هي ما هي بي 0 ان هوموجينايتي؟ لو تلاحظ السيجنال عاليه فوق وتحت، الحين بنشرح الباقيين باقي الخيارات.
ليش هي ما هي برونج فيس انكودنج دايركشن؟ ما له دخل في الفيس انكودنج دايركشن في هذه المرحله، فهذا الجواب يعني بعيد عن الصحيح. ليش هي بي 1 ان هوموجينيتي؟ هنا نلاحظ الصوره قبل وهذه الصوره بعد، نفس الصوره نفس التايمينج نفس البارامترز، ولكن اللي كان بالفرق بين الاولى والثانيه اختلاف واحد. اول شيء خلينا نروح نعرف وش مشكلتنا عندنا. هذه اكسيال تي 1، احنا بشكل عام نعرف التي 1 is already مثلا easy sequence always high signal everything fine. طيب احنا عندنا 3 تسلا، وش الشيء اللي يكون في 3 تسلا ميزه؟ اول شيء السيجنال، السيجنال بتكون عندنا اعلى بكثير في 3 تسلا من 1.5، ولكن وش اللي disadvantage by using ال 3 تسلا اللي هو يسمونه البي وان ان هوموجينيتي من الكويل. الكويل لو لاحظتوا مجمع السيجنال على السيرفس، هنا عندنا تو كويل، عندنا السيرفس كويل للسباين كويل او البيد كويل، وعندنا الانتيريور كويل كان استخدمنا هنا انتي بادي كويل 32 شانلز، فكان مالتي شانلز يعني هاي مالتي شانلز وي هاف هير كويل. السيجنال كلها متجمعه هنا وهنا، يعني هنا عندنا سينار يعني ما في اي شيء بيزيد انهم جناسي، بالعكس عندنا سينار قويه، ولكن حصل دروب سيجنال في النص. كيف نصححها؟ هنا نقدر نصحح البي 1 ان هوموجينيتي، لان هذه المشكله عندنا بي 1 ان هوموجينيتي. لو تلاحظون ان في شيء اسمه عندنا بي 1 مابينج، البي 1 مابينج لو طلعت احمر وازرق بيكون كل الحمار هنا وهنا، بيكون هنا ازرق، لان كل السيجنال متجمعه داب ستيريور اند انتيريور. كيف نحل هذه المشكله؟ نحلها باي يوزنج يسمونه بري سكان نورمالايز. هذا بري سكان نورمالايز في سيمنز يسمى، وفي الجي يسمى بيور او سكيك، ولكن بيور يستخدم مع الانتيريو بستيريو كويل اذا كان عندك تو كويلز يو هاف، اذا كان عندك بس بستيريو كويل اتس بيتر يوز سكيك. هذه في الجي اي وش يسوي هذا الميزه؟ هذه الميزه بدون اي تايمينج يشيلها منك، ما ياخذ اي، ما يحتاج اي وقت. الميزه هذا ياخذ البي 1 ان هوموجينيتي في الباك جراوند هي اوريدي اي سيكونس، او اول ما تبدا فحص اغلب الاجهزه واغلب الفندرز هي تكون عندها مابينج في الخلف تشغلها بي 1 مابينج، ما تكون طالع عندك. فانت لو فعلت البري سكان نورمالايز فيستخدم البي 1 مابينج فيسوي ان هوموجينيتي اوف ذا سيجنال، فيوزع السيجنال صح في المنطقه. فنفس السيكونس سويتها فعلت البري سكان نورمالايز، لو لاحظتوا افضل بمراحل من الصورة الأولى، وبدون ما أخسر لا وقت وبدون ما أخسر أي شيء. مثل مشكلة تكون هذه كثيرة تكون في الهاي فيلد ماجنت، في الهاي بي زيرو تي تسلا وأكثر. طيب وش المعلومة الجديدة اللي في هذا الفلتر؟ مثلا أنت مثلا نسيت تحطه، مو بلازم تعيد السيكونس. ميزة البي 1 مابينج زي ما قلنا أنها تكون دائم في الباك جراوند شغالة في الأغلب، فأنت بإمكانك تسويها بوست بروسيسنج، يعني أول ما تخلص تروح في على حسب الجهاز عندك تقريبا بسيطة الخطوات، وتشغل تحط فيها البري سكان نورمالايز، تطلع لك الصورة بوست بروسيسنج بهذا الشيء بدون ما تخسر، بدون ما تحتاج تعيد السيكونس مرة ثانية. ننتقل للسؤال اللي بعده. توصياتي للبي 1 ان هوموجينيتي، دائما فعل بري سكان نورمالايز، هذه من وجهة نظري دائما خلها مفعله. السؤال اللي بعده، واتس ذا ارتيفاكت وي هاف هير؟ تقريبا هنا عندنا سيجيتال تي 2 باي يوزنج ذا ديكسون تكنيك از ا فات سبريشن فور لامبر سباين. تقريبا الصوره هنا صغيره ولكن من باب المساعده، هنا عندنا ديكسون تكنيك، عندنا فور ايمج وي هاف اللي هو ام فيس اوت ام فيس، وعندنا الفات ايمج والووتر ايمج. باب المساعدة جبت لكم السيجيتال تي 1 للبيشنت. هذه المشكلة صارت في سيمنز ايرا 1.5 في المستشفى الملك خالد الجامعي. وش المشكلة اللي صارت هنا؟ انا حاط عليها دائرة، وش المشكلة هذه؟ وين وش سببها عندنا؟ ما شاء الله الإجابات تزيد 20 ثانية تقريبا، ما شاء الله. يلا نشوف إيمان ولا محمد الأول. عموما اللي يفوز إيمان أو محمد لازم يعطينا اسم الكتاب اللي جالس يقرأ منه.
شاء الله الأغلب جاوبها صح، 18 إجابة للديكسون، هي مشكلة في الديكسون يحب يشرحها. تقريبا الجواب الأحمر ديسك أو ديسك، هذه كلها أجوبة يعني بعيدة عن المجال، ولكن لو أنت كنت راديولوجيست أو مثلا شخص غير ملم بالارتفاكت هذا بيكون wrong diagnostic you have in your report. فهذا الارتفاكت حصل عندنا في الملك خالد الجامعي وجدا خطير، لأن الاستشاريين أو أغلبهم المجال الراديولوجيست ما هم ملمين بالارتفاكت. فإذا شاف المشكلة الحين بنشوفها وش المشكلة، بيحسبها ليجن أو في مشكلة في المريض. بسم الله. فالارتفاكت عندنا اللي هو يسمونه swabbing fat and water artifact related to the Dixon technique. ممتاز. وش الارتفاكت اللي حصل عندنا؟ اول شيء الارتفاكت اللي حصل عندنا هنا عندنا هذه الووتر ايميجينج، هذه كانها سجيتال تي 2 فات سات. Dixon is kind of the fat separation technique. تقريبا هنا عندنا انواع فات سات كثيرة نقدر نستخدمها، منها الديكسون تكنيك، منها الفات سبريشن العادي الشيز، منها السير، منها سبير، منها سبير، منها الووتر اكسايتيشن. الديكسون واحد منهم. الديكسون له مزايا كثيرة، ولكن من الديز ادفانتج حقته انه هو ما يحتاج تقريبا لا بي 1 ولا بي 0، انهم ما يحتاج تقريبا هوموجينيتي جود هوموجينيتي اوف ذا بي 0 او بي 1، ولكن ما تكون سيئة جدا. إذا كانت سيئة جدا بيصير لك هذا الارتفاكت اللي هو شو swabbing water and fat متعلق بالدكسون. فصار هنا الديسك هذا راح حطه في الفات إيمج، في الووتر شالها جاب حقة الفات. فهذا الدكتور هنا بالعادة إذا جينا نسوينا الدكسون نحتاج تي تو فات سات اللي هي هذه الووتر، نرسل الدكتور هذه. الدكتور بيشوف ما في ديسك خلاص، يروح يحط دايجنوزز أو بيحط ريبورت رونج ريبورت على الصورة اللي قدام. ولكن الدكاترة اللي عندنا ما شاء الله عليهم ممتازين، فانتبهوا للمشكلة لأنها قارنها بالتي 1. يوم لاحظة في التي 1 مع clinical indication to the patient لاحظ المشكلة غريبة، فنادانا وعرفنا هذا الارتفاكت بدأ يظهر بشكل كثير عندنا في الملك خالد الجامعي. حيب نذكره كيف يظهر. فهذا الدكسون، الدكسون تكنيك it using four faces in face and an outer face and we can calculate our fat image and water image from using the in outer face. كيف نحسبها؟ الحسابة حقتنا أن تكون عندنا special TE اللي هو زي in out in face حقة الليفر abdomen liver. لو تلاحظون دائم أغلب abdomen liver فيها axial in out in face اللي هو تفيدنا في الفاتي lesion أو فاتي pathology من in out in face. فتكون عندنا special TE starting TE و out in face TE، نقدر نبدأها نحسبها من TE الأولى TE الثانية عن طريق الووتر والفات. فنقدر ناخذ ال out in face وال out in face. ال in face الفات image تكون subtraction the in face from the out in face الفات image. الwater image يكون بالعكس، يكون addiction the in face from the out in face. تقريبا الدكسون بشكل كبير يحتاج شرح أكثر، ولكن هذا فيديو بجي يبسط لكم أكثر سهولة. لو لاحظتوا هنا في مرحلة ال out in face هنا عندنا الwater كان في ال in face، هذا كل تنتين مع بعض في ال out in face، وهنا العكس هنا in face. طيب وش المشكله اللي عندنا صارت؟ صارت بي 1 ان هوموجينا بي 0 ان هوموجينيتي. يوم صار بي 0 ان هوموجينيتي وصار عندنا احنا قلنا الديكسون كله كالكوليتد ذا ان فيس فروم اوت ان فيس تو كالكوليتد ذا ووتر اند فات. صارت عندنا ان هوموجينيتي وصار ايرور. فيوم صار ايرور وصار رونج كالكوليتد ذا ووتر ذا فات ايمج. فصار لوكال سوابينج فات ووتر. هو بالعاده السوابينج يكون ميد في ذا ايمج، يعني مثلا يكون لو عندك رايت ليفت ليج يكون الليفت سوابينج الرايت، لا هذا المره لا صار منطقه صغيره. الحين بننتقل بخصوص الدكسون. الدكسون ادفانتج حقته مزايا كثيره، ان السيجنال حقته دائم عاليه لان احنا قلنا كالكوليتد، فما يحتاج اي شيء اضافي، ما يحتاج مثلا تي اي او انفجر ريكفري، ما يحتاج سبيشال ار اف زي الفاتسات العادي، ولكن مشاكله نيد جود هوموجينيتي اوف ذا فيلد بي 1 اند بي 0 جود، ما تكون بيرفكت، اهم شيء يعني وسط. بالتوصيات بشكل عام قدام هي بسبب سوابينج صار هنا في الملك خالد الجامعي عندنا صار يتكرر بشكل كثير. توصياتي لكم دائما الان فيس ايمج ناظرها، دائما ارسل الووتر والان فيس للدكتور. في الان فيس هي تكون السيجيتال تي 2 كامله، لو استخدمت تي 2 لو صار فيها ارتفاكت الدكتور قد انتبه يعني ينتبه له. فدائما ارسل الان فيس والووتر للباكس. الحين بننتقل للسؤال اللي بعده.
بسم الله. إيه ما في المقدمة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. عندك دكتور السؤال. حلو حلو. هذه صورة ساجيتال إلى T1 weighted 3D imaging، تمام؟ في كذا حبتين ارتفاكت محطوط عليه دائرة حمراء. ما هو هذا الارتفاكت؟ It is 3D على اللمبر سباين. شفنا هذا الارتفاكت، ما هو مصدره أو ما هو هذا الارتفاكت؟ إذا عرفناه نعرف نحله، إذا عرفنا إيش هو الارتفاكت حنفكر طريقة الحل. 10 إجابات لحد الآن، 20 ثانية متبقية. هل هو موشن ارتفاكت؟ خمس ثواني تقريبا. ما شاء الله أبطال، 17 إجابة صحيحة related للبارالل ايميجينج أو للأسيت أو للأيباد، تمام ممتازين جدا. خلنا نشوف الشرح أبو حميد لو سمحت، لو تدينا شاء سلايدز. ما راح أشرح فيه كثير، هو one single slice، ما راح أدخل في الفيزيكس والأشياء، بس هعطيكم الفكرة العامة حقه. على السلايد ابو حميد. حلو، فهذه الصوره اللي على اليسار الصوره اللي فيها الارتيفاكت، والصوره اللي على اليمين تخلصنا من الارتيفاكت. طبعا منشأ هذا الارتيفاكت عاده نشوف انواع هذا الارتيفاكت لما تختار الكويل الخطا او شيء. فلما كنا نصور كنا يا رجال ايش اللي صاير، هل اخترنا الكويل الخطا في السباين ايميجينج؟ اعدنا الفحص، ظبطنا، اخترنا الكويل فقط اللي تحت هذه المنطقه، ما انحلت القضيه. بعدين جلسنا نفكر نقول نغير الفيزنج كودينج، غيرنا الفيزنج كودينج لوحده ما حل القضية. بعدين احنا انتبهنا ان نستخدم بارالل ايميجينج في السيمنز اسمه اي بات، وفي الجي اسمه اسيت. كان الفاكتور هو عبارة عن مقدار السرعة. مثلا اذا السكان تايم مثال 4 دقائق وتستخدم فاكتور اوف 2، حتقلل الوقت فيجلي الى 2 minutes. 4 times 4 divided by 2 factors، فتعطيك التايم 2 minutes مثلا. فكل ما تحب تسرع في الايميجنج ترفع الفاكتور البارالل ايميجنج فاكتور. لكن هذا يجي مع مشاكل، يسبب لك ايرورز. كلما زودت الفاكتور ايش معناتها انت؟ معناتها في الكيس سبيس جالس تحط لاينز غير حقيقيه، يعني الاكتوال اكوزيشن لاينز اقل من الايماجينري اللي حتعمل لها انت انتربوليشن، تمام؟ ف اللي سويناه غيرنا الفيزنج كودينج دايركشن اودلي اناف الى الاي بي انتيرير بوستيرير، تمام؟ ما جانا ارتفاكت من البطن، ما جانا ارتفاكت من الاورطة لان هذا 3 دي ايميجينج، تمام؟ وغيرنا الاسيت فاكتور من 3 الى 2. لما قللناه بانج. هذه الصورة مهمة لأن هذا النوع من الفحوصات نعملها إلى الكريكت بلايرز، لاعبين الكريكت مشهورين هنا وعضلات. فهذولي يجوا دائما بإنديكيشن واحد، ستريس فراكتشر، دائما نبحث عن فراكتشر. إذا عندك مثل هذا النوع من الارتيفاكت وجالس على البون، فهذه مشكلة كبيرة للراديولوجيست، ما يستطيع يصور آسف يشخصه، تمام؟ فهذا الفحص كومن كثير نسويه تقريبا يوميا، بالاضافه الى ان هذا الارتيفاكت شوف يغطي، يمكن يجي فوق شويه تحت شويه يمين شويه على العظام. اذا جاء على العظام هذه نكبه. ف المسج تو تيك هوم من هذه، لو شفت هذا الارتيفاكت وغيرت الاليمنت مال الكويل، غيرت مثلا اللمبر نزلت تحت فوق وما انحل، اسال روحك سؤال، قول انا هل جالس استخدم بارالل ايميجنج؟ اذا نعم قلل الفاكتور بنسبه 1 ستيب داون. مثلا اذا كنت تستخدم 4 روح الى 3، اذا كنت تستخدم 3 روح الى 2. وكذلك لا تنسى تشيك الفيزنج كودينج دايركشن في ال 3 دي ايميجنج، لان احنا في ال 2 دي ايميجنج ايش نسوي؟ نخليه سبير انفيرور عشان السي اس اف والاشياء. في ال 3 دي ايميجنج ذيس از نوت ان ايشيو، لان يعمل نقدر نعمل سامبلينج الى السيجنالز من كل الاتجاهات، تمام؟ ما راح اطول. هذا الارتيفاكت يسمى aliasing، residual aliasing or slice leakage في البارالل ايميجنج. هذا خاص في البارالل ايميجنج فقط، تمام؟ ما راح ندخل في الفيزيكس وننتقل للسؤال الثاني. شكرا ابو حميد.
ما شاء الله، ما في القمة. ما شاء الله. السؤال اللي بعده: What is causing the signal drop in this image؟ الإيمج اللي على اليسار السيجنال فيها زين، أتمنى تشوفوها بوضوح. أتكلم عن الكارتليج. الإيمج اللي جهة يمين اللي عليه الدائرة الحمراء فيها signal drop. What is causing this؟ أعطيكم شوية هنت. اقرأوا في المربع الأخضر عند الصورة كورونال بي دي التايم 3 دقائق، وفي الصورة الثانية التايم دقيقتين. فسوينا حاجة معينة خلتنا نقلل التايم. عموما ما بقى علينا إلا فيو ارتفاكس، قريب نخلص كمان، ما راح نطول. 20 ثانية، عندنا 7 إجابات. ما هو سبب فقدان السيجنالز في منطقة الكارتليج؟ أو هي في الصورة كاملة ولكن وضحت في الكارتليج. 5 ثواني تقريبا. ما ما شاء شاء الله، الله على غلب. أبطال أبطال، ما شاء الله. 15 correct answers. تمام. المسألة متعلقة بتقنية اسمها SMS أو Simultaneous Multi-Slice Imaging أو Multi-Band. المالتي باند والاس ام اس تقنيه تقريبا جديده، ما هي جديده كثير، لعلها متوفره في اغلب الاجهزه. راح الان ناخذ صوره عنها. هذه الصوره بشكل كبير، الصوره اللي على لو ترجع ابو حميد لو سمحت الانكل. ايوه، تفضل. هذه صوره انكل بروتون دنسيتي كورونال بلين. الصوره على اليسار شوف الكارتلج مثلا، واضح تقريبا تقدر تشوفه، وهذه مهمه، هذه مهمه جدا للكارتلج. الصوره على اليمين شغلنا الاس ام اس، شغلنا الاس ام اس، حنعرف ايش الاس ام اس، طريقه تسريع في الصور، ندعس في الصوره زي البارالل ايمجينج مثلها تقريبا. تمام. ايش اللي صار؟ هي يوميا نستخدمها تخدمنا في تسريع الوقت، ولكن هنا اعطتنا الوجه السيء منها، اعطتنا السيجنال دروب، وهذا الشيء مشهور عن الاس ام اس او المالتي باند. تمام، صحيح ان تسرع الايمجينج ولكن لها تبعات اخرى. خلينا نشوف الشرح لو سمحت حميد. الصوره اللي إن شاء بعدها. الله. شكرا. بشكل سهل ما راح ندخل في الفيزيكس، الصورة اللي فوق اللي مكتوب عليها تي 2D، هذه ناخذ سلايس واحدة في وقت واحد. السلايس طبعا الفاست سبين ايكو، ايش نسوي؟ نعبي مالتيبل لاينز في الكي سبيس في السلايس الواحدة، ولكن في الاس ام اس في نفس الوقت نصور عدة سلايسز. تمام، فلما نعمل هذا الشيء ايش يصير عندنا؟ يصير عندنا الصورة اللي تحت في البوكس، يصير عندنا اليازنج، اليازنج تحت او راب اراوند. ايوه هذه الصورة، ايوه هذه، هذه الصورة، هذه الصورة عادة أول ما نعمل عملية تصوير يصير عندنا aliasing، صحيح، fold over، بعدين الكمبيوتر يعملها unfolding. تمام، إذا استخدمت SMS factor عالي، الـ SMS كمان إلى factors، يصير عندك errors. الـ errors هذه ممكن يصير عندك عادة واحد من المشاكل المعروفة عن الـ SMS lower SNR، تصير عندك drop في السيجنال، وممكن يصير عندك بعض الارتيفاكتس. حنشوف واحد من الارتيفاكتس قدام، وهذه هديه مجانيه في ارتيفاكت ريليتد للاس ام اس ليتر اون. لكن الان في هذه الصوره ما نبغى ندخل في الفيزيكس اتول، نبغى نعرف شيئين. الاس ام اس تخدمنا في انها تعمل شورتنج للتي ار، وبذلك نعمل تقليل للسكان تايم، او نقدر نضيف سلايسز كثيره. لكن في شيء لازم نحطه في مخنا، ان كل ما استخدم اس ام اس راح نفقد سيجنالز. في مثل هذا المثال حقنا الانكل للاسف نزلت عندنا السيجنس، فنحتاج ايش نسوي؟ دائما نفكر have I used it right؟ هل استخدمت الفاكتور الصح؟ فايش تسوي؟ recommendations، consult the others، واعمل rerun again، نجيب لك volunteer وقول اوكي انا حصور انكل اليوم حستخدم فاكتور 2 resolution كذا، حاول تعمل balancing. في شيء ابغى احذركم منه، اذا استخدمت تقنيه جديده وما اشتغلت معك صار السيجنال كذا poor، لا تنفر تقول لا والله انا مش هستخدم اس ام اس انيمور. هذا البيهيفير خطا، نحتاج نحاول نشتغل نحسن الصوره واستشير الاخرين. تمام ابو حميد، نكس لو سمحت. اعتقد السؤال عند محمد الان. يلا بسم الله. ما شاء الله إيمان ومها ما شاء وسام الله، في الثلاث الأوائل ما شاء الله. يلا في الحين عندنا نقص. السؤال: How we can improve our fat separation in this image؟ اللي هو تقريبا عندنا هنا من A to B، وش اللي نقدر وش اللي يساعدنا to get the best fat separation؟ هذه الصورة اللي هو الكيميكال شيفت fat separation، الروتين الفات separation العادي، يعني لا هو ستير لا هو ديكتن عادي، هذا fat separation العادي الروتين.
عندنا اكسيال بي دي فور انكل ازفات سات الجهاز تي تسلا، هذا من المستشفى الملك خالد الجامعي عندنا. يلا ما شاء الله باقي 10 ثواني، 9 ثواني الحين. ما شاء الله الأغلب جاوبها صح، اللي هو البايوز لوكال شيمينج أو جود شيمينج، اللي هو معروف هذا الشيم بوكس اللي هو في السيمنز الأخضر في الجي اي، معروف للكل عارفه ما شاء الله تكنولوجيز. لونجر تي اي بالعكس يسوي أسوأ بأسفات سبريشن. التي ار ما له دخل عندنا هنا تقريبا بشكل عام. الشينجينج فيس دايركشن ما له دخل في كفات سبريشن عندنا. في اذر ارتيفاكت ات كان بي هيلب مثلا زي البلسيشن. الحين بنراجع الارتيفاكت بسهولة جدا. تقريبا انا هدف من هذا الارتيفاكت اللي هو في الشرنجنج اريا زي الفوت الانكل الهاند الريست الفينجر كلها شرنجنج اريا از يوزنج فات سات. بعضهم يتجه للستير، الستير مشاكلها عاليه كتايمنج، وثانيه كاذر ارتيفاكت البلسيشن ذكر كثير في الاسئله. هاو وي كان امبروف اور فات سبريشن ويز اوت يوزنج اذر تكنيك فات سات، اللي هو استخدام اللوكال شيمنج او جود شيمنج. لو لاحظت الصوره الاولى هذه اللي فيها بات فات سبريشن اللي هو ان هوموجينيتي بي وان هوموجينيتي هير، او مثلا بمعنى اخر سستابيليتي وي هاف هير، لو لاحظت ما سوى فات سبريشن لهذه المنطقه، هنا سوى، هذه المنطقه ما سوى لها. هنا نفس الصوره نفس التايمينج نفس كل شيء، ولكن بس ضبطنا اللوكال شيمينج طلعنا بيست ايمجينج وذ بيرفكت فات سبريشن. وش اللي سويناه هنا؟ هذا الشيمينج، هذا البوكس شيمينج حقنا اللوكال حطنا كبير، ما سوينا له ناروينج على منطقه الانكل حقتنا، ما سوينا اي شيء. وش بيصير عندنا؟ بيصير الدستنس بتوين ذا ووتر فات بيصير اوفر لابنج لها. هذا الجهاز 3 تسلا، في المسافه بين الووتر والفات على حسب التسلا اللي يو هاف مثلا 220 او وات ايفر ما تصير جود، ما عندنا هوموجينيتي جود. فايش يصير لها؟ بيصير لها شيفتنج. فاذا جيت ارسل ماي ار اف تو جيت فات سبريشن بيكون الفات مو في محله الاصلي، فاي ويل هاف بارشيال فات سبريشن زي هذه المشكله اللي صارت لي. If I have best local shimming ضيقت هنا الشيم بوكس حطيت على منطقة الأنكل، وبإمكاني أضيق أكثر، فإذا ضيقت أكثر أخذ شيمينج أفضل وأفضل. فلو لاحظنا السبريشن بتوين الفات الووتر والفات أفضل، فمن هذه الناحية أخذت best fat separation. توصياتي البي زيرو اللي أنت تشتغل عليه إذا كنت أقل من 1.5 الفات سبريشن ما هو مفضل، لأنك بيكون أوفر لابينج بين الووتر والفات المسافة بينهم. الشيمينج دائما استخدم أفضل شيمينج في الشالنجينج أريا أنكل، يو آر يوز ناروينج شيمينج على منطقة الأريا اللي تبغاها. السنتر دائما حط مريضك في الميد أوف سنتر أوف ذا تيبل، لأن إذا حطيت المريض في السنتر صح تأخذ بيست هوموجينيتي. اخر شيء تايب اوف فات سات، مثلا بدل ما تجرب اذا عرفت هذه المنطقه تشالنجينج يو كان يوز اذر تكنيك اوف فات سبريشن نت سنسيتيف تو بي 1 ان هوموجينيتي مثلا عند الستير. الحين بننتقل للسؤال اللي بعده. ما شاء الله ايمان وفي ام جي ما شاء الله في المقدم ارتفع. الحين هنا صح وخطا عندنا تغيير الاسئله. الحين بتجيكم صوره، هل هذا الارتيفاكت هل هو له علاقه بالبريثنج هولدنج او الموشن ارتيفاكت فروم ذا بريثنج هولدنج؟ هذا ان شاء الله الكل يجاوبه صح باذن الله. لو لاحظنا حطينا على الارتيفاكت علامات حمراء اشرنا عليها بالاسهم. الجهاز اللي عندنا هذا المستشفى الملك خالد الجامعي، هذا ارتيفاكت تقريبا دائما يحدث عندنا، مو يحدث يعني علاقته في التكنولوجيست بشكل عام. يلا باقي 30 ثانية إن شاء الله.
الصوره هذه عندنا اكزيا اللافه او 5 في سيمنز فور ليفر. خطأ، ما شاء الله فيه تقاسم، نص بعضهم نص. حط صح، نص نص تقريبا. الحين بنعرف الإجابة وكيف تقريبا. علي وضحها كثير ما شاء الله في محاضرته. حلو، الجواب عندنا خطأ، هو ما له دخل في الموشن ارتفاكت هير، لأن هنا كل مشكلتنا هذه في البارل ايميجينج. هذا المريض أنا مصوره، فكان مريض يعني مرة كوبرتيف، المشكلة كانت في البارل ايميجينج اللي هو نفس الارتفاكت اللي تطرق عليه دكتور مصطفى، اللي هو هاي بارال ايميجينج يو ويل هاف ذيس كايند اوف ارتفاكت الايزنج ارتفاكت فروم يوز هاي بارال ايميجينج، تجيك خطوط في الميد، فهي ما هي موش. لو لاحظتوا هذا جاي من البستيريور وهذا جاي من الانتيريور، فانت اوريدي مسوي ميسنج لاينز، فهذا من البارال ايميجينج. انا الهدف هنا كانت 14 ثانيه، انا ابغى احسن صورتي بدون ما اخلي المريض يكتم نفس اكثر، مثل 18 ثانيه صعبه على المريض. وش اسوي؟ اعيد نفس السيكونس ولكن اسوي ديكريزنج ماي بارل ايميجينج وات ايفر اف يو ار جي ارك اور سيمنز جرافا. انا قللت البارل ايميجينج هنا، ولكن كيف اخذت نفس السكان تايم؟ لان البارل ايميجينج معروف لو قللته بيزيد لك التايم. تخلصت من الماتريكس الريزوليوشن، لو لاحظنا اللافه والليفر ما احتاج هاي ماتريكس، خليت اوبتمايزيشن ماي ماتريكس اند انكريز الباندويث، فسويت نفس السكان تايم اللي قبل واللي بعد بدون اي ارتيفاكت. هذا المغزى حق توصياتي، لا تستخدم برا الايميجينج دائما جدا عالي مع يعني على حسب الكويل اللي عندك وعلى حسب الماشين عندك. زي هذا الجهاز قديم كان يكون مستخدم تقريبا اي هاف از انتيريور بس 8 شانل على اللي استخدامي في الكويل كان موجود. الشيء الثاني، لا تصغر الفيلد فيو حقك مره، حاول تعطي الفيلد فيو يعني تخليه اوبتمايز ان يور ليفر، يعني تقريبا لا تخلي مره الفيس دايركشن عندك الفيلد فيو الى هنا، اعطى شوي مجال عشان يقفل لك في تاكي سبيس. حلو، باقي عندنا ان شاء الله 5 أو 4 ارتفاكس قريب نخلص. المنظمين قالوا ان ادعسوا شوي، فراح ندعس، معذره تاخرناكم، راح اسرع شوي، ما راح نشرح كثير بس بعدين. هذا اللي يهتم مصطفى، تفضل. حلو، بدأ السؤال. اي How بدأ؟ can we improve the image quality؟ في issue هنا وفي خط في دائرة حمراء، في issue، كيف نقدر نحسن الكواليتي؟ طبعا الاشيو واضحة، signal drop، تمام، ايش نسوي عشان نحسن الامج كواليتي؟ وهنا طبعا مستخدمين ايش، 64 channel الهيد كويل، 64 channel هذه هي المفتاح. فايش عطانا؟ سوالنا مشكلة معينة، تمام، هذا 3 تسلا ماجنت 64 channel هيد كويل، صار عندنا دروب في السيجنال في تقريبا في السنتر، كيف نحل هذه القضية؟ ايوه، لاحظين السيجنال كيف في النص ضعيفة جدا، 4 ثواني، 20 إجابة، 22 إجابة، ما شاء الله، 3 26 27. أو مو مشكلة، في 4 جابوا إجابة صح. We need to work on the signal distribution، وهذا الصح. هو عندك 6 عندك 3 تسلا ماجنت والسيجنال غنية، ولكن توزيع السيجنال في الصورة ما كان متكافئ أو متجانس. روح للسلايد أبو حميد سريع. شاء شكرا حبيبي. هنا ما عندنا فقر في السيجنال، السيجنال غنية جدا، ولكن السيجنال زي ما تفضل محمد، السيجنال صاير، شوف الصورة اللي على اليسار، السيجنال صايرة متجمعة في الأطراف، في الكورتكس حق البرين يعني، صح، في الأطراف، وفي النص صاير فقر في السيجنال. الصورة اللي على اليمين أعدنا توزيع السيجنالز، تمام، فإيش صار؟ فصار شوية استعدنا نوع من السيجنال في النص، وممكن خففنا بعض السيجنال في الأطراف بالعربي الفصيح، بس أعدنا توزيع السيجنال فصارت الصورة متجانسة. أبو حميد لو سمحت السلايد اللي بعدها، ما راح أطول. هنا لو طلعنا الصورة هذه، عندك 3 خطوط، الخط الأول اللي تحت عندك هيد كويل مستخدم 12 شانل، والخط اللي في النص 32 شانل، واللي فوق أعلى خط 96 شانل. كلما زاد عدد الشانلز كل ما صار تكدس السيجنالز في الأطراف، وصار في النص البرين فارغ تقريبا تضيع السيجنال. هذا الشيء معروف جدا، وهذا الشيء فيزيكس،
مع الهاي دنسيتي كويلز، الكويلز اللي فيها اليمنتس كثيره، دائما يصير هذا الشيء. طيب ايش نسوي؟ الحل عندنا موجود تحت زي ما قال محمد، نستخدم بري سكان نورماليز او سكيك او بيور او حاجه، نعيد توزيع السيجنال. وكمان لاحظوا اذا في فلاتر، فلاتر مثلا اسمها ايدج انهانسمنت او سموذنج، هذه ممكن تلعب لك في الصور. تمام، ما راح اتكلم كثير، بس الفكره اذا شفت الصوره السيجنال فيها زينه ولكن غير موزعه بطريقه زينه، فكر ايش الفلاتر الموجوده. شكرا ابو حميد، اللي بعده. شكرا. ما شاء الله ام جي الله، طلع في الأول. ام جي، ام جي از ذير، ما شاء الله. من ام جي. السؤال اللي بعده، وات از ذا ديفرنس بتوين ذيس تو ايمجز؟ في صوره على اليسار على اطار احمر، في صوره على اليمين على اطار ازرق، ما هو الفرق بين هذه الصور؟ هذه طبعا الصور ديفيوجن ويتد ايمجز على الليفر في الابدومن اكسل بلين. ما هو الفرق؟ ما هو ايش تشوفه صاير بين الصورة اللي على اليسار والصورتين اللي على اليمين؟ أعطيناكم وقت زيادة عشان تشوفوا هل الأبدومن في حركة معينة، هل السبلين في شيء مميز. أربعين ثانية، عندنا ثمان إجابات. هل في مسألة بريث هولد؟ أو هل الصورة اللي على اليمين هي اي دي سي ماب؟ لأن احنا نتكلم عن ديفيوجن، هل عملنا اي دي سي ماب؟ هل هذه اليمين هي اي دي سي ماب حق اللي على اليسار؟ باقي تقريبا 10 ثواني، عندنا 20 إجابة، والإجابات راح تدعس الآن. 22، 23، ما شاء الله، 5 ثواني، ما شاء الله، أبطال، يو جت الفكرة، ما شاء الله عليكم. نحتاج نشتغل على إعادة توزيع السيجنال. شوفوا إيش سوينا هالمرة، جبت لكم ديفيوجن في منطقة ثانية من البطء من الجسم، لكن طحنا في نفس المشكلة. لكن حنشوف مين اللي ساعدنا في هذه. أبو حميد أعطينا سلايد لو سمحت، حنشوف كيف حلينا القضية. ايوه هذا السؤال راح اسال. اي حلو، هنا الصور اللي على اليسار ديفيوجن فقط، تمام. الصور اللي على اليمين هي ديفيوجن مع اس ام اس اللي هي التقنيه الجديده اللي هي مالتي باند، تمام. ايش خدمتنا بالتحديد في الديفيوجن؟ ديفيوجن سريع، فاحنا ما نشغل اس ام اس عشان السرعه، خلينا نكون واقعيين، ما نشغل اس ام اس عشان نسرع في الاسكان، شغل اس ام اس في ايش شباب؟ علشان نحسن الايمج كواليتي. وهنا ايش عمل لك الايمج كواليتي؟ اعاد توزيع سيجنالز، لان نصور اكثر من سلايس وبعدين هو الجهاز يروح يعيد ترتيبهم، فلما عاد ترتيبهم وزع السيجنال داخليا، ما احتاج مني تدخل خارجي، تمام. فباختصار الصور اللي على اليسار فيها، شوفوا في منطقه فقيره بالسيجنال في النص، لما رحنا على الصور اللي على اليمين تقريبا السيجنال صارت متجانسه. فالفكره هنا استخدام الاس ام اس كتقنيه مو لتسريع الوقت ولكن لتحسين الايمج كواليتي، تمام. فهنا المسج تيك هوم، think when to use it. حتى انت تقول اوه انا اليوم ما ابغى اسرع، ولكن خليني اجرب الاس ام اس في البطن، خليني اجرب في الديفيوجن، مره في اللاب، جربوا الاشياء اذا موجوده عندك الخدمات جربها. توكلنا على الله. السؤال بعد ابو حميد. إن شاء الله. تقريبا باقي لنا سؤالين إن شاء الله. حلو، هذا ما شاء السؤال الله على جهة تمام. القمة. ام جي عندك دكتور. عندي، عندك. حلو. ما هو هذا الارتيفاكت؟ هذه صور، صورة كورونال فلير، تي 2 فلير. الفلير للناس اللي ما درسوها هي نعمل سبريشن للسي اس اف، تمام. لاحظوا في جهة يمين الشاشة يسار المريض في ارتفاع في السيجنال في التمبرال لوب وكمان في الباراتيل لوب وشي. فايش سبب هذا التغير؟ هل هذا انفاركشن؟ بس اذا تقول انفاركشن اقول لك انا مبني كلامي في انفاركشن، ما في ديستورشن، ممكن انفاركشن، ممكن عندك حق. وما انها فلير تستخدم التي اي، ممكن انا استخدمت التي اي خطا، تايم اوف انفرجن تي اي. هل سسبتبت ارتيفاكت؟ بس فين المصدر؟ او كلم واحد من الشباب شوف المساعده. فايش ايش توقعاتكم؟ ليش عندنا هذا النوع من الارتيفاكتس؟
وممكن ديسكود ميميك باثولوجي، شوف شكله ما في ارتفاع، ما في ديستورشن. ما ما شاء شاء الله. الله ما شاء الله، it is susceptibility artifact، ما شاء الله أبطال. خلنا نشوف التفسير أبو حميد. إن شاء الله. الاس ام اس في حد يسأل هو تصوير اكثر من سلايس في نفس الوقت، ما طرقنا للفيزيكس، ولكن if you read about it. زين، هنا المريض هذا عنده epilepsy، والمريض هذا عنده في حاجة يسموها مش، اللي هي زي الشبكة صغيرة يزرعوها فوق الدماغ وترسل سيالات كهربائية عشان تنظم، عشان تخفف الصرع، الإبليسي الصرع، تمام؟ ف وإن كان المش أو القطعة هذه اللي حطوها إلى الإمبلانت في محل بعيد، لكن غيرت على الاستر، احنا نعمل الفلير، الفلير نعملها عادة ونقول لنا it is very stable sequence، ما تتأثر بالسيسبت. صحيح، شوفوا ما تغير، ما صار عندنا ما انطعجت الصورة، ما صار عندنا geometric distortion، لكن أثرت في تغيير السيجنال، وهذا الخطر. تقول أنت أو بعيد الامبلانت، تمام؟ صحيح بعيد، ولكن أثر على السيجنال انتنسيتي، فأعطاني شغل انكريز النور في السيجنال انتنسيتي which could mimic ايش؟ it could mimic الباثولوجي. ما راح نطول، ولكن هذه ستريت فور. إذا أنت جالس تصور مريض عنده معدن، توقع أنه يأثر على السيجنال، مو فقط الجيوماتيك ديستورشن. سؤال اللي بعد أبو حميد. إن شاء الله. شكرا. تقريبا هذا مو بشائع في السعودية بشكل كبير، ولكن مع السنوات القادمة ممكن تكثر العمليات من هذا النوع عندنا. هذا آخر سؤال إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله إيمان بترجع للقمة. يلا إيمان، افتح الصفحات زيادة من الكتاب. تقريبا مشابه السؤال، يعني كأن هل هذا ميمك از باثولوجي؟ كان ذا بي 1 ان هوموجينيتي صح وخطا ميمك از باثولوجي بالذات في از ريستريكتد. لو نلاحظ هذا مريض سوينا في ملك خالد الجامعي، عندنا اكس ديفيوجن هاي بي فاليو، ونلاحظ هنا فيه عندنا ريستريكتد في الموتر اريا فانكشنال، ثم نفس السيكونسات لجميع المريض الاكسيال فلير تي 1 تي 2 ات واز نثينج، ما عند المريض اي شيء. هنا لاحظنا اكسيال تي 2 فلير ما في اي شيء، ولكن في الاي دي سي ماب از نوت تي 2 شاين ثرو از ترو ريستريكتد. لو لاحظناها في الدارك از ترو، يعني لمحت لكم اشياء كثيره انا هنا. إن شاء الله الجميع إجابة صحيحة بإذن الله. أعطيناكم وقت فيها عشان تقارنون الصور مع بعض. ما شاء الله الأغلبية صح وصحيح. هذا تقريبا تبين انهم جيناتي كان بي سم تايم زيمبك از ريستريكتد بالذات في الديفيوجن. يعني الحين بنرجع للسلايد. تقريبا انا ممكن طحت في تو ارتفاكت في الديفيوجن. ليش الديفيوجن مشاكلها عاليه في انها سنسيتيف تو ذا بي 1؟ لانها عندها اكثر من جريدينت، تغيرات يعني سترونج شينجينج ذا جريدينت بالذات في البي 0 ثم تنتظر الين ال1000، فحساسه دائما يعني تكون حساسه اكثر من السيكونسات الثانيه في الهوموجينيتي. تقريبا مش مشكلتنا، كانت سويناها على جهاز جي اي من اقدم اجهزه الجي اي اللي عندنا في مستشفى الملك خالد الجامعي. الجهاز هذا تقريبا مشاكله كثيره في البي 1 انهوموجينيتي من الكويل، والشيء الثاني هنا نستخدم لمبات ما هي كومباتبل ام ار اي، فكنا شاكين منها. فيوم سوينا المريض جاينا كلينيكال انديكيشن از هيدك، فهذه مشابه المرض خطير جدا ونادر اللي هو ASL. تقريبا الحين بوريكم المرض وش كيف انه خطير. هو تصلب، ما هو التصلب الوحيد لكن تصلب جانبي يضرب الموتر فانكشنال الى اخره. تقريبا هذا مرض 6 شهور ممكن المريض بعدها ما يمشي. نلاحظ هنا في الديفيوجن هاي بفاليو في ريستريكتد، في الاكسل فلير ما في اي ريستريكتد، في الاي دي سي ماب سترو ريستريكتد. وش سوينا لهذا المريض؟ احنا شكينا في الجهاز، فالدكتور الاستشاري قال ما اقدر اشخص على هذا المرض بهذه الصور، ممكن خطا، فانا افضل تعيدونها بكره. فنادينا المريض بعدها، هاي سوت على الجي فيها ريستريكتد، نادينا المريض ولكن غيرنا الجهاز لان كنا شاكين فيه. فيوم سويناها على سم سكاي روتي تسلا ولا في المريض
اي باثولوجي ولا اي ريستريكتد، فكان الريماركبل برين، كان نورمال برين. المرض ممكن من اشهر العلماء اللي عندنا اللي هو ستيفن، هو المرض التصلب الجانبي. هو يجيك هذه هي الكيس خدتها من الراديوبيديا، لو لاحظت في الموتر فانكشنال يكون في ريستريكتد من الرايت ليفت الين البيز اوف ذا برين، وتختلف الساين حقته. بعض ايام السيجنال تكون هاي سيجنال في التيتو فلير، بعض المرضى تسوي لها اكثر من فحص عشان يتاكدوا ان هذا المرض. فهذه اخر حالات عندنا، لانها كانت شوي محيره عندنا في المستشفى، تسوت تقريبا اخر 6 شهور. حبيت اشاركها لكم. أنا محمد، راح نشوف الحين مين الفائز. باقي لنا سؤال تصويت بعد الفائز. حلو، يلا بسم الله. هذا هذا السؤال السؤال ما عليه اي درجات تصويت، مو تصويت يعني، نبغى ناخذ رايكم. كم ارتفاك تعلمته من اللعبه هذه او من المحاضره كامله؟ يهمنا رايكم، هل كانت مثلا ممكن نعيدها المرات الجايه نفس الكونسبت ولكن بتحسين افضل؟ هنا ما في اجابه صحيحه، هنا تصويت بدون اي درجات. والله يعطيكم العافية على وجودكم لهذه اللعبة الجميلة. ما شاء الله الأغلبية من 4 ل 6، الحمد لله شيء جميل هذا، والأغلبية الثانية من 7 ل 9. الحين بنروح هنشوف الفائزين. إن شاء الله المركز الثالث. المركز الثالث ما شاء الله، إيمان رجعت. أوه، مين اللي فاز؟ مين اللي جاب لا الأول؟ إيمان رقم 2. MG من فين طلعت؟ كانت إيمان في الصدارة، مبروك لكم كلكم، يعطيكم العافية.